الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعدما وعظنا وبينا ونصحنا ووجهنا من يسكن البدن، وبعد الاعتراف أن سبب بهجة الأسحار والأذية أعطت العهد أن تخفيه، نعم أعطت العهد أن تخفيه، وبفضل الله جل وعلا الفحوصات بين أيدينا أوفت بالوعد، وتبين بالدليل الذي لا يخالطه شك بفحوصات أخرى جديدة طبية، فالذي بين بهجة نفس الأشعة تظهر أنه اختفى بعدما اعترفت وأعطت العهد أن تخفيه، فاختفى بفضل الله عز وجل ولم يعد له أدنى أثر، وهذا توفيق من الله وسدد. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله سدادا وهدى ورشد، اللهم آمين. اختفى المرض بفضل الله تعالى، وأقر الأطباء أنه اختفى ولم يعلموا بالسبب الذي أخفاه. بفضل الله جل وعلا ظهر ولم يعرفوا السبب، في الرقية تجلت الأعراض ونطقت وبينت وقت العهد وعاود الرجوع فتبين أنه اختفى، فالحمد لله رب العالمين. نأتي الآن إلى أمر آخر لنواصل العلاج بإذن الله تعالى. بعدما تيقنا من أن بهج سبه الجن والسحر وأعطت العهد بفضل الله تعالى وأسلمت وبكت وأدمعت، ذهب الشاب فعاود الفحوصات فتبين طبيا أنه اختفى، هذا فضل من الله. الآن يقول الشاب أنه يشكو قبل عامين من ألم كان في خصيته اليمنى، الآن ظهر من جديد مع أنه كان يأخذ الدواء ولم يظهر له أثر، فهي كانت تؤذيه في بهجة واختفى، وبعدما أعطت العهد أن تخفي بهجة صدقت في الوعد لأنها كانت تحت القوة بفضل الله تعالى، والآن لأن لم تعطيها عهدا على الأذية الخصية عاودت إحياء الداء مع أنه كان يشعر بهذا الألم ويتعالج عند الأطباء وأقروا أنه مرض وأعطوه الأدوية، لكن ما كان يشعر بخفة وتحسن إلا يسيرا كما قال، والآن عاوده المرض. إضافة إلى هذا يقول أنه هرمون طول كان عنده مشكل كبقي إخوته، وكان كذلك سواد الأسنان، كلما زين أسنانه وجملها وبيضها يعاوده السواد، ويقول الأطباء عندك هرمون ناقص لا يعرفون ما هو. فالحمد لله رب العالمين. إذا كما قطعت العهد وأخفت بهجة طبيا بينا الفحص فيها بهجة موجود وكيف أعطت العهد وكيف الحمد لله اختفى، هذا فضل من الله. الآن أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك إلى سوء السبيل، أسأل الله أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، آمين. كيف لن للجن أن يقصر القامة أو يحبس الطول؟ يدير كل شيء، يحبس الطول. ألا ترى بالعين حينما العين تصيب قامة توقفها؟ يقول لي اتفق دي بالطول، فالشاب يقف طوله
من بعده يأتون يعني يفوتوا في الطول ويبقى في نفس الطول. العين تصيب الطول، تصيب الجمال، تصيب الشعر، القوة، الذكاء. إذا كانت هذه العين، فما ظنكم بالجن يوقف الطول حتى تكون قامة وقوة، ويضعفون كذلك قوة البنية، ويجعلون الضعف في البنية، يجعل الهشة في العظام، الضعف في البصر، تساقط أسنان أو سوادها أو عدم جمالها. الآن بين يدينا أمرين اثنين، هرمون طول وسواد الأسنان، ونفعل الطول له سن معين ثم يقف. في ذاك السن يفعلون في أفاعيل، ووقفت على حقيقة حتى صدر النساء يقف كأن لازال صغير غير بالغة. فبعض الرقية تقول الجنية أنا من يقبضها، والجنية يقول من يقبضه حتى تبرز مفاتينها. الجن يستطيع كل شيء، سبحان الله، يقدر على أشياء عظيمة. الآن هرمون طول أنتم من يتسبب فيه ألم الخس يأتي اليمنى. لماذا بالضبط الخس اليمنى؟ ما يولدش حتى لا يلد. كانوا يصنعون سحرا لآذيته وتعطيل الدراسة وتعطيل الولادة. تؤذي في الخصية اليمنى حتى لا يلد. الجن يعرف أن الخصية أسرار، سبحان الله، هي من تعملها يعني لإفراز الحيوانات، وأسرار داخل الخصية، فهي تؤذي سرا. والطبيب سوف يعالج ماذا؟ الألم. إذا عالج يعالج يرى الألم، لكن لا يعرف السر الذي داخل الخصية أنه لتعطيل الولادة في المستقبل. كيف يعلمه؟ الرقية تظهره. فالحمد لله في القرآن. طيب، هرمون طول، ألم الخصية، سواد الأسنان، يذهب دائما عن الطبيب يجمل أسنانه ثم يرجع السواد إلى الأسنان. تخافيش الله. تخافيش الله عز وجل. وقفتي الطول، ما توقفي الولادة، جمال الأسنان، العقل والفهم. عندك العقل والو، عندك العقل وانت عايزونه. اسمعيني جيدا، انا رحيم بك يا ما انك انت مش رحيمه به. اعطي عهد ان توقفي الم الخصيه وهرمون طول وسواد الاسنان كما اعطيتي عهد بهجت واوقفتي حقا. اعطي عهد الان، الم الخصيه يختفي نهائيا. يا واخا صافي، سامع العيدون، سامع ترجع عادي يا صافي، سامع ترجع عادي يا صافي، صافي ترجع عادي. قولي أعاهد الله. صافي دابا دابا، تجري عملية جراحية الآن. سبحان الله. في نقطة معينة في الخصية كأنها، سبحان الله، تبحث وصلت نقطة معينة في الخصية.
بقوة يعني يشعر ألم صراحة من الخسيرة بقوة. كانت تعالج عطبا أو أذية تزيلها الآن، ليس من رأك من سمع صراحة. سبحان الله 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 سبحان الله. كما صنعت في بهجة، كما صنع غيره في توحش في قوم لوط وفي شجوف، يعني يحرك الدبر والقبل، هكذا الآن هي في خسي، كانت تعالج أمرا هي صنعته هناك طوال هذه السنوات تزيله. عملية جراحية من الخارج، الطب يحتاج إلى بنج ويحتاج إلى جراحة وتكاليف، عملية جراحية سبحان الله. كما الأخت التي كان عندها العمى في العينين كان هكذا يفعل هكذا وقوي أصلح ما أفسد، فخرجت وانظرت فوق مكتبي ذهبت دون نظار. سبحان الله، مع أنها سنوات في فرنسا أرأت الباقرة وخلاص لم يبقى إلا قليل وتفقد البصر تماما، كان بصره ضعيف جدا، فأصلح العينين وخرج. هذه أمور سبحان الله تقع، لا زالت تصلح أمر خصيتي. هيا بسرعة. نعم كما قالت لي في بهجتي يحتاج وقت وسوف أزيله، وبالفعل أزالته. طيب أزيلي، أعطي عهد أن تزيليه خلاص، وأن تزيلي هرمون طول، هذا يعني أن تزيلي مشكل في هرمون طول، وأن تزيلي سواد الأسنان خلاص. لماذا؟ لا 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 حتى لا يبدو جميلا. الجيم مصيب. أيه حتى يبدو جميلا. اسمعي، الله الذي جمله أعطي عهدا أن توقفي سواد الأسنان، ينفق المال من أجل تحسينها وتقويمها وتبيضها في الأخير ترجع سوداء. أعطي عهد أن لا تسودي، والطب يقول لك عندك هرمون نقص، وقلبت على هذا الهرمون. الشيء اللي كيقولوا الجن وما أدراك ما الجن، سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يجملنا، قولي آمين. هيا أعطي عهد أن توقفي سواد الأسنان، لا تسودي أسنانه، أعطي عهد على الخصية وعلى هرمون طول، أعطي عهد على الأسنان كما أعطي عهد على بهجة وخفيته، وأسأل الله أن يوفقك للخير. حيتيه نعم، متأكدنا الآن. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله، يتي من يشاء. يلا هيا أعطي عهدا أن توقفي السواد الذي يظهر على أسنانه، ألم الخصية يختفي، النقص الذي في هرمون طول يختفي. من يخطر بباله هرمون طول يتحكم فيه الجن، ويتحكمون حتى في ماء الرجل وفي في مبايض النساء وحام النساء. قل ما شئت، هرمون طول. اي هرمون طول، اي هرمون طول، اي احسن هرمون طول، احسن هرمون العضلات والقوة. ونقص عند الرجال هرمون الجماع، هرمون القوة، والفهم والذكاء. يلا أعطيها أن توقف في سواد أسنان، ونوقف حتى تأتي إن شاء الله وقد تيقن أن الألم في خصية ذهب وهذه الأمور اختفت بإذن الله. حينها ننتقل إلى خطوة أخرى. خلاص قولي العهد الله، أوقف تسويد سواد الأسنان. لا تسويد، لا 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 ضروري. هيا هيا قولي العهد الله، نوقف سواد الأسنان. هيا بسرعة. بسرعة. هيا قولي أعاهد الله،
بسرعة هيا أعطي عاد أن توقي في الأذية في الفم والأسنان وإلا تعذبي وإلا تعذبي. وانت عارف شنو كاين. يلا بسم الله. يلا قولي أعاهد الله أن أوقف سواد الأسنان ألم الخصية النقص في هرمون الطول. هيا أعاهد الله أن أوقف النقص في هرمون الطول في ألم الخصية في سواد الأسنان. إذا كما أعطيتي هذا ووفيتي به في أمر بهجت واختفى بفضل الله تعالى كما ثبت الآن بالطب، كذلك نثبت هذا إن شاء الله ونواصل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.